التي عمت كافة تراب الوطني، وكانت فرحة للشعب الجزائري أن اختار رئيسه بكل حرية وجلال. وتخرج ما يقارب 5445 طالب في جميع الأقمار، وتمت مناقشة 102 أطروحة دكتوراه. أما فيما يخص البرنامج الوزاري الجديد تحت تسمية شهادة مؤسسة ناشئة مؤسسة مصغرة، تم مناقشة 95 مشروع براءة اختراع مسجلة، ومشروعين اثنان يحملان واسم لابل لمشروع مبتكر. هذه الأرقام تعرف تزايداً وتطوراً مستمراً من موسم جامعي إلى آخر، ما جعل جامعة مصطفى الإسطنبولي معسكر محل اهتمام الكثير من حاملي شهادة البكالوريا الجزائرية والدولية، وهذا ما أهلها لتكون وجهة للعديد من الباحثين والأساتذة عبر الوطن. Algerian higher education, with the support of scientific research, seizes every opportunity to strengthen its presence in and collaboration with strategic areas of the economy to ensure that technology and science are not merely the object of some fleeting enthusiasm, but that they can effectively contribute to the transformation of society for the common good. السلام عليكم، انا طالب ثالث سنه اولى بيولوجي، هذا عام جديد ان شاء الله نتمنى لكم النجاح وعام موفق للنجاح. السلام عليكم، معكم طالب جامعي سنه اولى علوم ماده، ان شاء الله بالدخول الجامعي يكون موفق ان شاء الله، ان شاء الله يكون مليء بالنجاحات وما نحسوش هنايا ونكملوا ان شاء الله ونوصلوا العيد واش انا باغي وتوفيق للجميع مع بعض ان شاء الله. من قسم الفيزياء، رئيسة قسم الفيزياء تابعة لكلية العلوم الدقيقة جامعة مصطفى الإسطنبولي بالمعسكر، بمناسبة الدخول الجامعي السنة الجامعية 2024-2025، نتمنى التوفيق لطلابنا الجدد وكذا طلابنا في مسيرتهم التعليمية الجامعية، نتمنى أن يكون عام مكلل بالنجاحات وسيرورة جيدة للعمل العلمي والبيداغوجي خاصة للطلبة وللأساتذة. تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق. معكم الأستاذة عبد الملكة، رئيس قسم الفلسفة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. بمناسبة الدخول الجامعي، نتمنى دخول جامعي موفق لطلبتنا الأعزاء ولكافة أسرة التعليم العالي بجامعة معسكر. نهنئهم بهذا الدخول ونتمنى لهم عودة موفقة. وبطبيعة الحال جامعة معسكر أصبحت من الجامعات التي نالت حظها من المراتب العليا على المستوى الوطني.